أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، يقول: هل هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الصوم من ولي الميت أم يحمل على الاستحباب؟ على الاستحباب، ما يلزم الولي أنه يصوم، لكن إذا فعل من باب إبراء ذمة الميت والبر به، لا سيما إذا كان والدا، فهذا شيء طيب. نعم.